ومتابعة لهذا الموضوع معنا على الهاتف معالي الشيخ حميد بن محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار. معالي الشيخ حميد، بداية أهلا وسهلا بك. معالي الشيخ حميد، نبارك لك هذا التكريم الدولي وطبعا لمملكة البحرين، وبداية ماذا يعني لكم الفوز بهذه الجائزة الدولية؟ شكرا لجميل اهتمامك ومتابعتك. بالطبع هذا التكريم يأتي لمملكة البحرين لدورها الريادي في إنشاء مركز إقليمي للتراث العالمي ولمتابعة العالم أجمع لما يدور في البحرين من محافظة على التراث الإنساني وتسجيل مواقع أدرجت في قائمة التراث، ومنها قدمنا البحرين، وعبرها نقول أن آثارنا هي أجمل ما نعتز به، وهي مسؤوليتنا الوطنية التي كلفنا بها جلالة الملك لكي نحافظ على هذا الإرث الحضاري. ولولا تشجيع القيادة الرشيدة وعلى رأسها جلالة الملك لما تم البحرين هذه الإنجازات التي نعتز ونفتخر بها. نعم معالي الشيخ حميد، يعني كما ذكرت، يعني بداية أهمية هذه الجائزة وكذلك المسؤولية التي تلقيها أو يلقيها عليكم هذا التكريم كأول شخصية عربية تتأهل لنيل هذا التقدير الدولي رفيع المستوى. الجائزة تؤكد أن هناك رصد عالمي لما يدور في كل بقاع العالم، وفي هذه الفترة الحرجة والاستثنائية من تاريخ أوطاننا العربية حيث تتعرض معالم كثيرة للدمار ولعدم الاهتمام، تأتي مبادرة مملكة البحرين بإنشاء مركز إقليمي للتراث العالمي يعمل على خدمة الإقليم بكامله وتقديم الخبرات وورش العمل والمحافظة قدر الإمكان وتمرير رسائل هامة للعالم أجمع. هو وقفة تستحق التقدير لهذا البلد الكبير بأحلامه وطموحاته القائمين عليه. نعم معالي الشيخ حميد، ربما سؤال أخير، يعني جهودكم في المجال الثقافي وإحياء تراث مملكة البحرين هي جهود كبيرة استحقت هذا التكريم اليوم، ما رسالتكم بخصوص حماية تراثنا وثقافتنا كما ذكرتم في ظل ما تعيشه أوطاننا العربية؟ الرسالة واضحة والمسؤولية مشتركة بين المواطن وبين القيادة وبين كل المؤسسات، ونحن نحظى في البحرين بتأييد وتشجيع القيادة لكل ما يدور في هذا الشأن، وما إنشاء المركز الإقليمي وما إدراج مواقع في قائمة التراث إلا بفضل هذا التوجه الرائع لمملكة البحرين. ونحن كمواطنين وكمسؤولين مطالبين أيضا بأن نكمل هذه الجهود وأن نفخر بما قدمناه، وهذا التكريم أيضا فرصة لتسليط الضوء على دور البحرين الريادي وحضورها على المستوى العالمي لتكون نموذجا للدول العربية. نعم معالي الشيخ حميد محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والأثار من نيويورك، شكرا جزيلا لكم.